محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ تم بدء تسليم موقع الميدان الإبراهيمي للبدء الفعلي في تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي مرحلة أولى، وده طبقاً لرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق التي تعد من أهم المدن المصرية سياحياً. في بني سويف أعلن المستشفى التخصصي تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بالمستشفى تخفيفاً على المترددين وبأجر رمزي، وبتشمل تخصصات جراحة مخ وأعصاب، صدرية، أطفال، روماتيزم ومفاصل، علاج طبيعي، جلدية وأسنان. في أسيوط أعلنت المحافظة أنه بيجري رصف طريق نجع حمادي بنطاق صدفة بطول 4 كيلومتر ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية. في بورسعيد بيشهد مشروع تربية الماشية التابع للجهاز التنفيذي للمحافظة توفير أعداد كبيرة من العجول البقر المستوردة ذات سلالات عالية الجودة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وتم تدشين 5 منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية بأحياء المحافظة. في المينيا بتنظم مديرية الصحة النهاردة الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية نجم التابعة لمركز مطاي على مدار 2 يوم متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. في الإسكندرية تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي بتستهدف زراعة 60,000 شجرة، وبتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.